وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا من بيروت العميد يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا. يعني كيف تحولت غزة إلى حقل تجارب لحروب الجيل الرابع والأسلحة أيضا؟ مساء الخير، يعطيكم العافية. ليست المسألة فقط بالجيل الرابع، إنما الاتصال السريع بالجيل الخامس للحروب، يعني الحروب الأقل كلفة والتي تستعيض بها عن الكلفة العالية في حروب الجيل الرابع والثالث والثاني والأول. لا نريد أن نعدد ما هي الأجيال الأولى والثانية والثالثة للحروب، وهي معروفة الحروب التقليدية. يعني الجيل الرابع هو عندما سيطرت العولمة وبدأ التطور التقني السريع والهائل في وسائل الاتصال، أصبح هناك استخدام في الحروب لتقنيات الجيل الرابع. إنما الأكثر تطورا هو الجيل الخامس، وهو الذي المعني بحديثنا الآن. إسرائيل بالذات أول من يحصل على وسائط ووسائل الجيل الخامس، طبعا شركات مايكروسوفت والشركات العالمية والأخص الأمريكية التي تزود إسرائيل بأولى الاكتشافات فور اكتشافها، وإسرائيل تعرف كيف تستعملها، وإسرائيل ماهرة ومشهورة في استعمال وسائط الجيل الخامس. يعني نتكلم عن الهجمات السيبرانية سايبر اتاكس، وترتكز على تسخير الأقمار الاصطناعية وملاحقها الإلكترونية للمراقبة ورصد وتتبع أهداف بشرية محددة وأهداف مادية للتشويش عليها وعكس برامجها، ثم الطائرة بلا طيار وعمليات الرصد والاغتيال لأهداف مهمة ومؤثرة، ثم السيطرة على وسائط المراقبة الجوية والبحرية والإنذار المبكر والجاسوسية التقنية النشطة وسرقة المعلومات والتخريب من الداخل وإشاعة الفوضى والفساد والإبقار، شراء الذمم، زرع العملاء. هذه هي كلها وسائط للجيل الخامس. ثم أتى على رأس كل ذلك ما يسمى بالارتيفيشال انتليجنس، استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم، لهذه الأغراض يتيح تعرف أكثر وتحديد مؤكد للهدف المستهدف كشخصية معنوية ذات تأثير مهما تنكرت هذه الشخصية وغيرت هيئتها وشكلها. ولكن لو قطعتك هنا، يعني ضيفي السابق كان يقول بأن هناك نسبة 10% خطأ، فهل المكاسب الأخرى من هذه التطبيقات تطغى على النسبة 10% الخطأ؟ نعم، أنا أوافق على هذا الشيء. كل اختراع، كل شيء فيه نسبة خطأ أو هامش خطأ محدد يتراوح ما بين 5 و10%، لكن كل تقنية تعتمد كلما حققت بحدود 80% و90% من مجال الدقة والصحة تعتمد. فهذه هي، وأوافق ضيفك على ما قال، لا شك أن هناك هامش خطأ دائما. ونلاحظ عندما بدأت إسرائيل عقب أحداث غزة تصطاد الرؤوس وتلاحق الأهداف البشرية ذات التأثير هنا وهناك، كانت نسبة 90 و95% من الأهداف محققة إن كانت بشرية أو مادية، وأحيانا 5% أو 10% صحيح لا تحقق أهدافها. إذن الذكاء الاصطناعي الخطورة به أنه أتاح استعمال التقنيات الجيل الخامس، وكما قلت لك يتيح تعرف أكثر وتحديد مؤكد للهدف المستهدف كشخصية معنوية ذات تأثير مهما تنكرت هذه الشخصية وغيرت في هيئتها وشكلها للتمويه على الراصد أو المتتبع. فبواسطة الذكاء الاصطناعي والتقنيات عالية الدقة المصاحبة له يتم تحديد الشخص من صوته وبصمة عينه وشكل جسده وحتى تكوين وجهه وجمجمته يا سيدتي. وهذا يعني بالفعل نشرت في الآونة الأخيرة بعض الصحف أن إسرائيل تستخدم ما يعرف ببصمة الصوت في تحديد الاغتيالات. هل هذه تكون يعني بصمة الصوت والشكل تكون دقيقة بالفعل من خلال هذه التطبيقات؟
نعم، يعني أنا لدي معلومات وملف عن هدف محدد، استكملت هذا الملف، وهذا الهدف بدأ يموه ويتنكر ويغير في هيئته وجسده وشخصيته. مهما فعل فملفه الأساسي بين يدي، لقمته للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يعرف كيف يحدده كما قلت لك، من جمجمته وبصمة صوته وبصمة عينه وشكل جسده وشكل وحتى تكوين وجهه. وهذه هي الخطورة في التقنيات الدقة العالية التي نراها وأحيانا ننعم بها وأحيانا تضرنا. نعم، يعني سأنتهز الفرصة بأنك معنا سيادة العميد، هل هناك وقائع معينة سابقة حدثت من تطبيق لافاندر والتطبيق الذي نتحدث عنه الآن؟ أنا ليست صراحة ليست لدي معلومات دقيقة عن لافاندر وماتو والأمور هذه تفصيليا، أنا لست مختصا بالأمور السبرانية، لكن نعم، ولكن يمكن أن نتحدث عن أننا أمام جريمة مزدوجة، فهي تسريب للبيانات واستخدامها في قتل أشخاص، فهل هناك بند في القانون يتعامل مع هذا النوع من الجرائم؟ طبيعي طبيعي، هو البند الاغتيال والإرهاب هذا كله ينسب إلى الإرهاب أو القتل العمد، لكن القاتل يتلطى دائما خلف هذه الوسيلة ويستطيع بهذه الوسيلة أن يطمس كل الأدلة وكل البراهين التي تطالبه، وهذه التقنية يستخدمها لصالحه، وبنفس الوقت يستطيع أن يتهرب من كل دليل قد يطاله. هذا بالعام. نعم، وهل هذا يعني نعم وهل هذا يعني أن قواعد الحرب ستتغير في المرحلة القادمة بشكل كبير؟ لا شك في ذلك، لأن المعيار الأساسي في الحروب هو كيفية تقليص كلفة هذه الحروب، والجيل الخامس والرابع أو الجيل الرابع والاتصال السريع بالجيل الخامس يتيح تقليل كلفة إن كانت الخسائر المادية والخسائر البشرية في الحروب. أما الأجيال السابقة الثالثة، يعني فينا نقول إنه حرب الخليج الأخيرة ضد العراق هي كانت خاتمة حروب الجيل الثالث ذات الكلفة العالية والباهظة والنفقات الكبيرة. أما هذا اعتماد الأساليب الحديثة، يعني إسرائيل عندما تلاحق أهداف وتصطاد رؤوس هنا وهناك هي بذات الأهمية وأكثر أهمية من أن تسير جيوش وتجتاح أراضي، هي اغتالت هدفا مؤثرا حققت بواسطته ما تريد أن تحققه بكلفة قليلة، ما تريد أن تحققه بكلفة عالية بالوسائط السابقة، كل ما تريد أن تحققه بكل فعالية. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت العميد زي عرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا على هذا التحليل.